احنا دلوقتي هنستعرض مع حضراتكم بما ان انتوا هتبداوا دلوقتي تنزلوا احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر، وبما ان الجو فعلا ساقع يا ريت نخلي بالنا. هنبدا من محافظه القاهره وشارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مروريه دلوقتي مكمله لحد شارع الجيش وصولا لميدان العباسيه. هنفضل ماشيين لغايه تقاطع شارع صلاح سالم، وهناك هنلاقي برضو ان في كثافات بسيطه. عند كوبري الجلاء هنلاقي ان في سيوله مروريه مكمله لغايه طريق العروبه. عند كوبري المطار في كثافات نسبيه هتبدا تقل وتختفي واحنا داخلين على طريق المطار. عند كوبري الحدائق اللي جاي من الزاويه ومتجه للفنجري، وكذلك الامر اعلى كوبري المطريه القادم من الكابلات، كورنيش النيل اللي جاي من المظلات، في كثافات مروريه بسيطه متحركه ومستمره لحد وسط البلد. نروح دلوقتي محافظة الجيزة، شارع الهرم بيشهد حركة السيارات هناك في بطء، وده بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية. وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطلبية ظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل، وكثافات من شارع العشرين والحد الطلبية. في كمان كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. محافظة المنيا فيها سيولة مرورية في عدد كبير من الطرق. لو مشينا على طريق الصحراوي الغربي من محافظة بني سويف لمحافظة المنيا هنلاقي ان في سيولة مرورية. طريق الشيخ فضل فيه سيولة مرورية على طول الطريق ما عدا بعض الكثافات البسيطة. اما طريق المنيا مغاغة ففي بعض الكثافات البسيطة الغير مؤثرة. اما طريق الصحراوي الشرقي ففي بعض الكثافات المرورية البسيطة. نكمل جولتنا المرورية دلوقتي ونروح لمحافظة الشرقية. طريق الزقازيق منيا القمح فيه سيولة مرورية. أما الحالة داخل مدينة الزقازيق ففي كثافات مرورية بسيطة في طريق المحافظة والجامعة. كمان في سيولة مرورية عند موقف المنصورة ومدخل الطريق الجديد لدرب نجم. أما طريق أبو حماد للإسماعيلية فماشي بشكل كويس ما عدا بعض الكثافات في مداخل بعض المدن بسبب تنظيم حركة المرور.